السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو جيت نهضر لكم على الدفعه الثالثه من بعد الكثير من التساؤلات اللي تسالت انا وتسالوها بزاف الناس، وبزاف الناس كيصيفطوا لي كيسولوني بزاف الاسئله في الباج ديالي ولا في الواتساب، كيقول لي واش كاينه الدفعه الثالثه، علاش تعطلات، علاش قلتي لنا راه غادي تخرج وما خرجاتش. المهم بزاف ديال التساؤلات، ومشيت كنقلب باش نجاوب هاد الناس هادو. لقيت واحد المقال نشراته هيسبريس، الجريده هيسبريس اللي كتعرفوها كاملين، هضرات على الشكايات اللي داروا الناس، وبان الناس كتشكى من ان الدفعه الثالثه تعطلات بالنسبه للناس ديال الراميد والقطاع الغير مهيكل. اما بالنسبه للضمان الاجتماعي راه شدوا وغيشدوا حتى في شهر 7 ان شاء الله. كما كتعرفوا نتوما باللي في الفيديو اللي كنت قلت لكم راه غتخرج نهار 15، حيت داكشي اللي كانت كتخرج ديال الضمان الاجتماعي كتبع ديال الراميد والقطاع الغير مهيكل. هادشي اللي كنا قلنا في الاول، وهادشي اللي كانوا قالوه حتى هما في الاول، كانوا قالوا باللي كاين حتى ثلاثه دفعات. كنتمنى ان لجنه اليقظه تخرج بشي بلاغ تقول للناس واش كاينه ولا ما كايناش، ولا امتى تكون، ولا شحال فيها، ولا بزاف د الحوايج الناس دابا ما عارفين لا راسهم لا مرجليهم. والله كنشوف الناس كيقول لك بغينا نتسلفوا من عند بنادم واش نعولوا على هاد الدفعه هادي، ولا واش غتكون ولا ما غاديش تكون. المهم بزاف ديال الحوايج مرونين، وبزاف الناس واخا خدموا واخا بدات الخدمه ولكن راه باقي الحركه عندهم عيانه. يعني هاد الدفعه الثالثه راه الناس محتاجاهم، محتاجاها بزاف. ودابا قريب العيد ان شاء الله، يعني راه الناس راه غادي تحتاج باش تعيد. لهذا كنطلب من لجنه اليقظه ولا الناس اللي مسؤولين على هذا القطاع هذا يخرجوا بشي بلاغ، ولا يتواصلوا مع الناس يقولوا لهم شنو كاين بالنسبه للناس، واش غتكون الدفعه الثالثه ولا لا. ودوك الناس اللي باقا ديك 800,000 اللي باقا في طور المعالجه واش غادي يتقبلوا ولا لا، والناس اللي غادي يتقبلوا واش ياخذوا ثلاثه دفعات في مره واحده. المهم بزاف ديال التساؤلات، نتمنى انهم يجاوبوا عليها للناس، ماشي لي انا، للناس اللي محتاجه في هذه الوضعيه هذه. وهذا ما كان، نتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو وتابوناو في لاشين، ونتمنى ان الدفعه هذه تخرج ان شاء الله في 15 في شهر 7 ويستافدوا كاع الناس اللي محتاجين. ونتمنى انها كيف ما قلت لكم تخرج ويدوز العيد بخير وكل شيء يكون بخير. هذا ما كان، تهلاو في راسكم.